السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. يرى اللاعب الهولندي السابق إبراهيم أفيلي أن مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خليلوزيتش أصبح مطالبا بطي خلافه مع النجمين حكيم زياش ونصر مزراوي من أجل الاعتماد عليهما في التشكيلة التي ستخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022. وأشار أفيلي إلى أهمية اللاعبين وقدرتهما على تقديم الإضافة لأسلوب الأطلس في مواجهة منتخبات المجموعة السادسة للمونديال. وقال أفيلي لقناة أونوس الهولندية: أعتقد أن مدرب المنتخب المغربي خليلوزيتش يمكنه أن يبدأ المحاولة لاستعادة زياش ومزراوي. واختتم الهولندي حديثه المقتضبة مؤكدا أن المغرب قد يكون مفاجأة المونديال بالرغم من تواجده في مجموعة صعبة رفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا. تراجع الدولي المغربي السابق نور الدين مرب عن انتقاداته التي وجهها صوب الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش بسبب عدم مناداته على بعض الأسماء أو لنهجه التكتيكي الذي يعتمد عليه في العديد من المباريات. وظهر أمرب قبل أيام في حوار مع إس بي إن الهولندية ينتقد من خلاله خليلوزيتش، حيث قال: في مباراة الكونغو سنتأهل بفضل الجمهور لا بفضل وحيد. وتابع: لو كنت أنا فوزي القجع لانتظرت حتى يوم الثلاثاء بعد المباراة وأعطي المدرب الخيار إما أن يترك غروره جانبا أو أن يرحل نهائيا. وفي تصريحات جديدة نقلتها فوتبول بريمير الهولندية قال أمرابط: أقوالي الأخيرة نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام المغربية والفرنسية. وتابع: أريد فقط الأفضل للمغرب، وأعتقد أنه من الجيد جدا أن يبقى خليلوزيتش مدربا وطنيا طالما أنه يستدعي أفضل اللاعبين. وتمكن المدرب البوسني قبل أيام من قيادة المنتخب المغربي صوب المحفل المونديالي باجتيازه دور المجموعات من التصفيات بالعلامة الكاملة قبل أن يتعادل في ذهاب الدور الفاصل أمام الكونغو في كينشاسا ويحسم مواجهة الإياب في الدار البيضاء 4-1.